بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. البارحة خذينا درس، وهو درس الإقامة والآذان. إيش قلنا؟ قلنا لكل فعل أو لكل شيء وله نية. مثلا الصلاة شنو مقدمتها؟ الوضوء. عافية. الصلاة أعزائي المشاهدين، أعزائي المستمعين، جمهورنا الكريم، مقدمة الصلاة الوضوء، ومقدمة الوضوء النية. عافية. ومقدمة الوضوء النية. بارك الله بيك ابني مختلف. النية تنقسم لعدة أقسام. عندنا نية إلى صلاة الصبح، طبعا هاي يختلف فيها العلماء. يقول نية القصد، فرضا اجيت أزور مريض، ستقول نويت أن أزور هذا المريض قربة إلى الله تعالى. عافية، اجلس عليه. مثلا تقول نويت ان اتوضا كوني الى الصلاه، كوني الى الصلاه قربه الى الله تعالى، فرضا سواء كانت صلاه الصبح او صلاه العصر او صلاه الظهرين او العشاءين. كذلك عندنا زياره الائمه عليهم السلام، فرضا نزور الامام الحسين عليه السلام وأخيه أبو الفضل عباس، شو تقول؟ نويت أن أزوره، فرضاً هاي أنت جاي تزور مثلاً نيابة عن أصدقائك، أو عن أمك، أو عن أبوك، أو عن أخوانك، أو عن جيرانك، أو عن أصدقائك، أو عن أمواتك. إذا تريد تزور ميت وتزور الحسين عليه السلام، شو تسوي؟ تهدي له هذه الزيارة بمن؟ بالنية. خوش؟ بالنية. تخلص الزيارة، من تخلص السد مفاتيح الجنان، تقول اللهم إن هذه الزيارة مهداة إلى فلان ابن فلان. مو هاي يسمونها نية القصد أو نية الإهداء. هسه افتهمنا الآذان والإقامة. أكو فرق بين الآذان والإقامة؟ أكو فرق. الفرق شنو؟ قليل، يعني الفرق بس يضاف لها قد قامت الصلاة، هاي كالإقامة، ولا إله إلا الله مرة واحدة، والله أكبر مرتين. الإقامة والآذان مستحبتان لواجبتان؟ مستحبتان. عافية، جزاكم الله خير. عم الطلبة طلعوا يعرفون اليوم، بما أنه باكر بإذن الله تعالى، باكر أول أيام رجب المبارك. اليوم درسنا نعطيكم بعض المواعظ وبعض الاخلاقيات او الاجتماعيات، ونعطيكم اصول الدين. ماشي؟ صلوا على محمد وآل محمد. هسا نقرا لكم اعمال او فضيلة شهر رجب المبارك. شو يقول؟ يقول اعلم المفاتيح الجنان، منو اللي مؤلفه؟ مؤلفه الشيخ عباس القمي. منو مؤلفه؟ الشيخ عباس القمي، هذا احد مراجع الدين رحمه الله. يقول اعلم ان هذا الشهر او شهر شعبان او شهر رمضان هي أشهر متناهية، والأحاديث في فضلها كثيرة. يقول روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنه قال إن رجب شهر الله العظيم لا يقاربه شهر من الشهور حرمة وفضلا. يعني شنو؟ يعني احنا عندنا بالسنة كم شهر؟
من كم شهر؟ 12 او 13 12 شهر، احسنت 12 شهر. شهر رجب وشهر شعبان وشهر رمضان مو مثل التسعة اشهر الباقية. يعني هاي الاشهر الثلاثة بيها ادعية وبيها عبادات وبيها مستحبات وبيها اجر وثواب وبيها تقرب الى الله سبحانه وتعالى. شو يقول؟ نكمل قول الرسول صلى الله عليه واله وسلم، يقول ان رجب شهر الله العظيم لا يقاربه شهر من الشهور حرمة وفضلا، والقتال مع الكفار فيه حرام. القتال مع الكافرين بهذا الشهر شنو؟ حرام. القتال مع الكافرين في هذا الشهر حرام. طبعا هذه يختلفون بها العلماء. نعم يقول ألا إن رجب شهر الله، رجب شهر الله وشعبان شهري، شهري يعني شنو؟ المليد العلي، شهر النبي صلى الله عليه وسلم، وشهر رمضان شهر أمتي. ألا فمن صام رجب يوما واحدا من رجب استوجب رضوان الله الأكبر وابتعد عنه غضب الله وأغلق عنه باب من أبواب النار. اللي يصوم يوم من شهر رجب المبارك الله سبحانه وتعالى يسد عنه أبواب النار. هن أبواب هواي راح يسد عليه أبواب واحد. شوف شي يقول، وغلق عنه باب من أبواب النار. ونرجع للنبي صلى الله عليه وآله، وعن موسى ابن جعفر عليه السلام قال، يا هو من قال؟ موسى ابن جعفر. من قال؟ موسى ابن جعفر عليه السلام. وين مدفون؟ بالكاظمية. يقول من صام يوما من رجب تباعدت عنه النار مسير سنة. يعني أنت تمشي سنة، تمشي سنة شقد هواي، يقول النار تبتعد عنك، يعني تصير بعيد عليك، تشوفها يعني مسير سنة. هاي يقول عليه السلام من صام يوما من رجب تباعدت عنه النار مسير سنة، ومن صام ثلاثة أيام، أنت بعد درس، ومن صام ثلاثة أيام وجبت له الجنة. اللهم صل على محمد وآل محمد. إذا صمت ثلاثة أيام من شهر رجب المبارك الله سبحانه وتعالى ياخذك ويطببك الجنة، يطببك الجنة. بس الثلاث أيام من نصومها شلون نصومها؟ نصومها وانت قاطع الصلاة؟ لا. نصومها مثلا وانت تاخذ غيبة وحرام؟ لا. نصومها مثلا وانت تاكل أكل الحرام؟ لا. زين إذا أنت الصوم وما صلي مقبول صيامك؟ عافية، ما مقبول صيامك. لأن قلنا بالدرس الأول مقدمة الصلاة النية ومقدمة الصوم الصلاة. وضحت المسألة؟ وضحت؟ جميل جدا. يقول ومن صام ثلاثة أيام وجبت له الجنة. يقول وقال صلى الله عليه وآله رجب نهر، انتبه للدرس حبيبي، رجب نهر في الجنة أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، من صام يوما من رجب سقاه الله عز وجل من ذلك النهر. يقول أكو هناك بالجنة أكو نهر، شايفين اللبن؟ هذا النهر بعد أبيض من اللبن، ماكلين العسل؟ هذا اللبن وهذا النهر أحلى من العسل. هناك اللي يصوم، هذا اللي يصوم يوم أم يومين أو ثلاثة أيام من شهر رجب الله سبحانه وتعالى يشربه من هذا النهر. وقال صلى الله عليه وآله رجب نهر في الجنة أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، ومن صام يوما من رجب سقاه الله عز وجل من ذلك النهر. وقال الصادق، انتبه عليه حبيبي،
وقال الصادق صلوات الله عليه قال رجب شهر الاستغفار. شنو الاستغفار؟ يعني تقول استغفر الله ربي واتوب اليه بالسبحه او بقلبك او بلسانك. يقول شهر رجب شهر الاستغفار لامتي فاكثروا فيه الاستغفار فانه غفور رحيم. ويسمى رجب الاصب لان الرحمه على امتي تصب صبا فيه، فاستكثروا من القول استغفر الله ربي واتوب اليه. هسه عرفنا اللي يصوم يوم او يومان من شهر من شهر رجب، من شهر رجب توجب له الجنة، ولكن بشرطها وشروطها. انتهينا من الفصل الآذان والإقامة ومن مقدمات أعمال شهر رجب. هسه نقرأ لكم فد 3 مسائل أو 4 مسائل حول الاجتماعيات. ماشي، فاضل ماذا للرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول تنظفوا فإن الإسلام نظيف. شنو معناتها النظيف؟ يعني فرضا شفت مثل إزبالة، شفت طابوقة بالشارع، شفت مثل أمه قالت لك روح ذبها هاي الزبالة على مود البيت يصير نظيف، هاي شو يسمونها؟ يسمونها نظافة، لأن الله سبحانه وتعالى يحب النظافة، والنظافة من الإيمان. قال الرسول صلى الله عليه وآله النظافة من الإيمان، أي بمعنى إن المؤمن المسلم المسلمة الصغير الكبير الشايب خلينا نقول الكبيرة بالعمر يجب عليهم أو يجب عليهن أن يتطهرن من الوساخة، لأن الوساخة يقول إذا بيت به وساخة وبيت به مثل، طبعا هي الوساخة مو بس الوساخة، هاي الوساخة لا، الوساخة الأغاني هاي هم وساخة، هاي توسخ القلب، وكثير من الأفعال هذه وساخة. الوساخة يجب عليها أن تزال. تزال منين؟ تزال من البيت وتزال من القلب، حتى قلبك وبيتك يصير طاهر. هاي مسألة الأولى. المسألة الثانية احترام والدين. احترام شنو؟ الوالدين. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. أمك وأبوك شي قلولك تنفذ. أذا قلت لأمك أف الله ما راح يرضى عليك، لأن القرآن شي يقول ولا تقل لهما أوف. هاي الأوف أتفه كلمة، يعني لا تقول لأمك أوف، هاي الأوف حرام. الأوف شنو؟ حرام. لا تقلها لأمك وأبوك، ومن يجون تبوس ديهم وتبوس رجليهم وتقلها ماما صار أنا خادم بخدمتي، كنتي ماما وانت ربيتيني وانت حبيبتي وانت تعبت علي ودرستيني، وإذا سويت وكاحة وأمكم ما راضي عليكم ما تحبكم، يعني شنو؟ الله ما راضي عليكم وراح تسقطون بالامتحان، والله ما راح تتوفقون، ما صير عندكم بركة. ماشي. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان. وقضى ربك ألا تعبدوه إلا وبالوالدين شنو؟ إحسانا. يعني شنو؟ أمك وأبوك شي قلوا لك تنفذ، بس شغلة واحدة ما تنفذها ألا وهي مثلا قل لك ماما لا تقول الله، قلها لا ماما قول الله، لأن هنا شي يقول ألا تشركوا لا تطعهما، يعني إذا قلت لك اشرك بالله قلها ماما ما أطيعيك، قلها لا ما أنفذ لك الأمور. واضحة المسألة؟ إذا ماما قالت لك لا تصلي قلها لا ماما أصلي، إذا قالت لك ماما لا تصوم قلها لا ماما أصوم. ماشي. هاي الاجتماعية شنو؟ الثانية. نجي للثالثة، احترام الأخي الكبير. أنت تحترم من لازم تحترم أخوك. يا هو الكبير ليش؟ لأن هو أكبر منك وهو هم كذلك يحترمك ويعلمك، لأن هو هم كبير ويعرف
ويعرف جزئيات من الحياة ويعلمك. هسه هو بيصف صف رابع، رابع انت بيصف ثاني، يعني ايش قد غالبك؟ غالبك ايش قد؟ سنتين. ان شاء الله انت هم تكبر وصير بالرابع وهو يصير بالسادس ان شاء الله باذنه تعالى. هسه هاي الاجتماعيات انتهينا منها. اليوم درسنا، اليوم درسنا اللي هي على كل مؤمن ومؤمنة مسلم شيعي أو سني أن يتعلم هذه الأشياء، ألا وهي التوحيد. سجلوا يمك، سجلوها بالدفتر، سجلوا يمك التوحيد. اكتب أولا التوحيد، التوحيد، تكتب التوحيد، التوحيد. ثم الثانية، الثانية العدل، اكتب العدل، التوحيد. طيب التوحيد، طيب حبيبي التوحيد، العدل، النبوة، الإمامة، الميعاد. الزمن هسه نجيهن وحدة وحدة إن شاء الله، ونقلكم شلون المؤمن يجب أن يتعلم هذه الأشياء الخمسة، ألا وهي مؤمن. تقدر تقول لنا شنو هي أول وحدة منه؟ وحدة التوحيد. عافية. والثانية؟ العدل. والثالثة؟ النبوة. عافية. والرابعة؟ الإمامة. والخامسة الميعاد. هسه نجي على أول وحدة، التوحيد على المؤمن أن يعتقد بأن الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، بأن الله هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤاً أحد. أنت شو تقول بالتشهد؟ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. هاي شو يسمونها؟ التوحيد. تعتقد بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق السماوات والأرض بستة أيام. يعني فرضا ألا مؤمن أو مقتدى أقول لك بابا منو خالق؟ شو تقول؟ الله. عافية، جزاك الله خير. مثلا الشجرة منو خالقها؟ الله. عافية. مثلا الحيوان منو خالقها؟ الله. عافية. مثلا الشمس منو خالقها؟ الله. عافية. مثلا السماء منو خالقها؟ الله. عافية. مثلا الجمادات والحيوانات والكائنات الحية والبشرية منو خالقهم؟ الله. عافية. هاي شو يسمونها؟ التوحيد. تعتقد بأن الله سبحانه وتعالى هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. جروا شاخد جوه. هسا انتهينا منها التوحيد. هسا علي من نجي؟ نجي للعدل. العدل يجب أن يؤمن أو يجب أن نعتقد بأن الله سبحانه وتعالى العادل. يعني يوم القيامة من يجمع البشرية الله سبحانه وتعالى يحاسب الناس بالعدل، يحاسب الناس بالعدل. بالعدل أي بأن البشرية تخضع إلى الميزان، ميزان السماوات والأرض، لأن الله سبحانه وتعالى كل إنسان يوم القيامة إيش عنده؟ عنده كتاب، وألزمناه طائره في عنقه. هذا الكتاب يوم القيامة يفتحونه، يفتحون سجل أعماله، يفتحون سجل أعماله، يلقون الحسنات ويلقون السيئات. شو يلقون؟ الحسنات ويلقون السيئات. أذا حسناته هواي وين يروح؟ ولا سيئاته هواي وين يروح؟ بالنار. بالنار حبيب. وين يروح؟ بالنار.
وإن شاء الله سبحانه وتعالى ما يذبنا بالنار. وين يذبنا؟ يذبنا بالجنة. ليش؟ إحنا ناس مسلمين ونؤمن بأن الله سبحانه وتعالى هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. هو الله الخالق البارئ المصور وله الأسماء الحسنى بما فيها العدل. هاي انتهينا من هاي 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 العدل. نجي للنبوة. على المؤمن أن يؤمن بأن من هو خاتم الأنبياء. من يجاوبني؟ جاوبني، من خاتم الأنبياء؟ محمد. عافية 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 مقتدى عافية مقتدى. نؤمن بل نعتقد بل على يقين بأن خاتم الأنبياء هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وما محمد، هاي وين موجودة؟ موجودة بالقرآن الكريم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. أعزائي المشاهدين، جمهورنا الكريم، أخواننا المستمعين، على كل إنسان مسلم أن يعتقد بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو خاتم الأنبياء اللا نبي بعده. يعني النبي هو خاتم الأنبياء، بعد شنو؟ ماكو أنبياء. النبي صلى الله عليه وآله وسلم شو يقول؟ يقول أنا خاتم الأنبياء، أي أنه لا نبي بعدي. هذا هو النبوة. نعتقد بأن الله سبحانه وتعالى الواحد لا شريك له، هذا هو التوحيد العدل. نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى هو العادل. النبوة، نؤمن بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو خاتم الأنبياء، أي بمعنى لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا هنا هاي الإمامة والميعاد إن شاء الله خذانا الوقت، الدرس تقريبا صار يعني نص ساعة، بهذا القدر نكتفي. وإن شاء الله غدا بإذنه تعالى راح نعطيكم درس بالإخلاقيات، ونعطيكم درس بالإمامة، ونعطيكم درس بالميعاد، ونعطيكم درس الرابع وهو تعليم 12 معصوم. هذول هم اللي الأئمة عليهم السلام اللي بشر بهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال هؤلاء أئمتي وسادتي بهم، أو هؤلاء أئمتي سادتي وبهم نتولى ومن أعدائهم نتبرى. وصلى الله على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أريدكم هسه صلوا على محمد وآل محمد مرتين. صلي على محمد وآل محمد. اللهم صلي على محمد.